الانجاز النهارده، الانجاز العظيم، مصر بطله كاس العالم للناشئين كره اليد. الف مبروك لمصر كلها طبعا، وده شباب جدعان ورجاله. الحمد لله احنا كسبنا اصلا ابطال اليد، والله العظيم احنا ابطال اليد. كنت بتتابع الماتشات كلها بتاعت منتخب مصر؟ طبعا لازم اتابع فرقه الناشئين دلوقتي، مواليد 98 ومواليد 2000 اللي خدت بطوله العالم. بتقول للناس احنا ان شاء الله 2021 كاس العالم للكبار عندنا في مصر، وزي ما حققنا الانجاز بتاع الناشئين بيقول ان شاء الله بطوله كاس العالم اللي جايه في مصر 2021 احنا ابطال العالم. تقول ايه لعيبه المنتخب مصر؟ الف شكر لعيبه منتخبنا الوطني، وباذن الله البطوله الف مبروك لهم كلهم، وعملنا انجاز طبعا، شرفونا في كل حته قدام العالم كله، وباذن الله تبقى منتخب مصر كره القدم باذن الله يفرح الملايين كلهم، وباذن الله احنا ابطال العالم. قول لي اوصف لي سعادتك وفرحتك النهارده بالانجاز ده. فرحة مش لها حد الله يعني، والله فرحة جامدة. ألف مبروك، ألف مبروك، والله يعني أنا فرحان جدا ومش قادر أوصف فرحتي بصراحة. قول لي إنجاز عظيم النهاردة، تقول إيه لعيبة منتخب مصر؟ والله دول مستقبل مصر في كرة اليد، وإن شاء الله يحققوا لنا بطولة العالم للفريق الأول إن شاء الله. ألف مبروك للمنتخب ومزيد من النجاح يا رب دايما، وعقبال البطولة الجاية بإذن الله. مبروك لمنتخب مصر طبعا، واللي ما عملوش منتخب كرة القدم عملوا منتخب كرة اليد، وألف مبروك. قول لي تقول ايه لعيبه منتخب مصر النهارده؟ مبروك ليكو، وانتوا فعلا اديتوا حلو، واللي انتوا عملتوا اللي ما عرفش يعمله الكبير. تقول ايه لعيبه منتخب مصر النهارده الانجاز العظيم ده، مصر بطل كاس العالم للناشئين كره اليد؟ بصراحه يعني هم رجاله، وكلهم يعني كلهم قد المسؤوليه، وبصراحه انا بحب يعني، انا جاي النهارده، انا بلعب تنس طاوله في النادي في الاهلي، جاي النهارده بصراحه عشان اقف معاهم واشجعهم، وبصراحه اللعيبه كلها رجاله يعني، ويستحقوا التكريم ده والناس دي كلها يعني بصراحه. الف مبروك للمنتخب المصري، ودايما يا رب دايما اسم مصر فوق عالي بايد ولادها، شباب مصر مستقبل مصر. تقول ايه النهارده على الانجاز العظيم ده، مصر بطل كاس العالم للناشئين كره اليد؟ الف الف مبروك، وطبعا كل الشعب فرحان، ابطال مصر، ابطالنا، ابطال كاس العالم لليد. احنا مش شرقيه، مش زقازيق، وجايين هنا نعزر ابطالنا ونشجعهم، هم يستحقوا، وكل الدعم ليهم، وتحيا مصر.